انا صار لي 40 سنه هون، جيت ما كان في ولا بنايه، كان كله طابق اثنين طابق اثنين، كانت منطقه ليل نهار شعبيه. هلا لا، كل شيء غلي، كل شيء غلي، ما في شيء رخيص. يمكن نصير نشتري بالحبه، كنا ناخذ 3 كيلو 4 كيلو، هلا كيلو نص صعبه. يمكن بده يجي يوم ناخذ بالحبه وحز بطيخ. هلا انا مجوز اولادي كلهم، شيء بكندا وشي هون بلبنان، صاير راسي وراسها، بدي كيف؟ اثنيناتنا مش اكيله، يعني كيل الخضره بضاير عنا يومين، يعني منه توفير، ومنه كمان الواحد بيحافظ على رشاقته وعلى جسمه، بدي كيف؟ اذا بدي خبز كل نهار طالع نازل بصفي برميل. اسمع اسمع يا رضا، كل شي عم يغلى ويزيد، بارح كنا على حديدي وهلا صرنا على حديد. من ايد لايد لتغلى وتزيد، هيدي قصة الخضرة والفواكه ببلدنا، فمن المنتج للتاجر بالأحياء الشعبية وصولا إلى أحياء بيروت الراقية، بتتدرج أسعار الخضرة والفواكه ارتفاعا، والخس اللي حقها 500 بتصير ب 3000، وعلى هالمنوال بتدوبل الأسعار، وما على المواطن إلا يحرك الجيبة. الخس اللي موصلها بإيدي لو سعر مقيد بالجريدي، حطوا له أسعار جديدة، كل لحظة في سعر جديد. أنا بجيب من شارع صبرا، إيه أرخص، كيلو الحب وضعنا ب4000 ونك ب1000، بس الأسعار بتفرق، بس إيه بس الخضرة خضرة، الأكل أكل هو زيته. يعني مثلا ببرج أبو حيدر أو سليم سلام 2005 3 هون 4 و5 و6 و7 و8. ما انا هلا كنت عم اقول لهم يعني بالجمعه مره بالاسبوع مثلا روحوا على المناطق العاديه او شعبيه جمعوا خضرتكم. يعني ما في اسواق شعبيه، انه هون العالم كلها يعني بتجيب من برا او بتوسط وصايه، ما فيها الضغط القوي، بس المنطقه الشعبيه مزبوطه بكون فيها محلات خضره، هي بكون فيها الضغط القوي. الخسار بهالبلد كل شيء بينحسب له حساب، غلا مش طبيعي، صار بدك بالشهر 3000 دولار لتقدر تعيشي، تحت 3000 دولار ولا ممكن، بدك 3000 بس كيف بدك تجيبيهم؟ ما تنغشي بالمظاهر، لانه الواحد عمال يلحق اليوم وين بيناسبه السعر وبضاعه منيحه، بس هون لانه بيدعوا انه راس بيروت خلص لانها غاليه، مع العلم انه نفس البضاعه برا ارخص، خصوصا منطقتنا. بس بيعرفوا انه انت من راس بيروت، يعني بيقولوا واو، بينوا بين نفسهم بيقولوا لا هي جده بيحمل. لا هون بهيك مناطق وفي بعد اكثر من هيك، يعني هلا هون في بعد اكثر من هيك، لا ما بقرب اللي حالته على قده، حتى اللي حالته ميسورة ما بقرب، ميسورة شوي يعني، عرفت كيف؟ عم تسمعني اسمع، عم تسمعني اسمع 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 يا رضا، كل شي عم يغلى ويزيد. تضاعف الأسعار وارتفاعها بين المناطق الشعبية والمناطق الراقية كان له تبريره لدى أصحاب محال الخضرة والفواكه. في عنا ب 3000 2000، في دراب 5000، في دراب 2000، بياخذوا نظيف هون، في مناطق شعبية أرخص بياخذوا. قد ما كان حقه، بدهم بضاعة نظيفة، في ناس بتميز بدها بضاعة عادي، حسب كل واحد شو بيفضل. بجيب بضاعة بالليل، احنا بجيب أغلى. صبرا بيروحوا الساعة 7 8 بيعلي النهار، بيجيبوا كميات أرخص منا، نحن بنجيب صندوق صندوقين، بدنا نغلي شوي، وهن بيجيبوا بال 50 صندوق بده يرخصوا أرخص منا بكثير. حسب النوعية، طازة منيحة هيك بتحرس ثمنها، بس إذا ما بتحرس ثمنها ما بيشتري الواحد. لا في رقابة على الأسعار ولا في اعتناء بالمواطن ولا شيء أبدا، كله هات ايدك والحقني.
والمحل ببيع على ذوقه، مين بدي حاسبه؟ في اشياء بتفرق 500، في اشياء بتفرق 1000 عهوى يعني. بالاسبوع مره بنتقل لمنطقه وبجيب كل اغراضي، محل اللي بتوفي معي اكثر. امبارح اكلنا وقلبي شبعنا، حطينا كل اللي كانوا معنا، كنا عبكره ارجعنا جعانا.